الديزاين اوف تنشن ممبر. الديزاين تنشن ممبر هو انه نحسب قديش الممبر اللي عندي بتحمل قوه عشان انه ينهار، او يعني عشان يصير له ييلدينج تمام، او عشان يصير له ربشر، او عشان يصير له بلوك شير تمام. فاول اشي بنيجي على ييلدينج تمام، قديش بتحمل قوه عشان يصير له ييلدينج، في لها قانون، كل واحده فيهم لها قانونها. قديش بتحمل قوه عشان يصير له ييلدينج، القوه اللي بصير عندها ييلدينج في الممبر قانونها فاي ضرب اف اليلد ضرب اي جروس. طبعا فاي لليلدنج هي 9 بالعشرة تمام. هسه كله ان شاء الله راح ناخذ عليه امثله، بس انه نوضح القوانين اول شيء. عشان يصير له ربشر، ايش القوه اللي بصير اللي الجسم بتحملها عشان يصير له عندها ربشر؟ نيجي على القانون تبعها، في بي ان بدها تساوي في ضرب اللي هي الفاي يعني ضرب اف التيميت ضرب اي افكتيف تمام. بس الفاي هنا بدها تساوي 75%، هي بس الييلدنج الوحيدة اللي الفاي فيها بتساوي 9 بالعشرة، البقيات كلهم هو سواء بالبلوك شير او هون كله راح يكون 75% تمام. هسا احنا بنعرف انه الاي افكتيف قانونها انت ضرب يو تمام. في معلومة يمكن نسيتها الفيديو اللي قبل، انه اليو ما لازم تقل، ما لازم تزيد عن 9 بالعشرة، لازم دائما تكون اقل او تساوي 9 بالعشرة اللي هي الشير لاج فاكتور تمام. هيك اليو في الربشر. حلو، هاي المعلومة مهمة لازم الواحد يكون عارفها. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. وحكينا اف اليو هي اف التيميت، وهو السؤال بكون معطيك اف اليو او اف يلد تمام. هذا القانون اللي بصير للقوة، هذا القانون عشان نحسب القوة اللي بصير عندها الربشر. حلو، المهم هسه ايش القوة اللي بصير عندها البلوك شير؟ عشان نحسب القوة اللي بصير عندها بلوك شير للجسم، في عندنا قانونين. القانون الأول في ضرب 6 بالعشرة ضرب اف التيميت ضرب اي ان في اللي هي الاي للشير. هسه راح اورجيك شو هي ان شاء الله. وفي عندنا زائد اللي هي اليو البلوك شير، يو البلوك شير دائما واحد تمام، ضرب الاف التيميت ضرب اي نت للتنشن برضو. هسه في عندنا هاي راح نشرح شو هي، واللي هي اي ان تي تمام، واي ان في اللي هي اي نت للشير برضو راح نشرح شو هي. وهسه نيجي على القانون الثاني له، في عندنا فاي ضرب 6 بالعشرة في اف ييلد ضرب اي جروس الشير زائد شير لاج فاكتور اللي هي اليو للبلوك شير اللي هي حكينا انها دائما واحد تمام، ضرب اف التيميت في اي ان تي، اي ان تي اللي حكينا نفسها راح نحسب شو هي، واي جروس الشير راح نحكي شو هي. بس عشان نحكي شو هدول، بس عشان تكون صوره واضحه قبل ما نبعد، لو عندي مثلا ليج تمام، وكان في هون برغي وهون برغي ومثبتات زي هيك، هاي جاست بليت اللي مثبتة فيهم تمام، عفوا هيك مسكر بدها تقول. حلو، وصار عندي هيك بلوك شير تمام. طبعا انا بعرف انه القوة بتشد هيك، حلو، وحكينا انه الجسم هذا راح يفلت هيك، وهاي القطعة راح تفلت هيك او راح تضلها هون تمام. فاللي بتعرض لقوة شير، لقوة شير هو الوجه هذا والوجه هذا، لانهم ايش موازيات لاتجاه القوة تمام. فلما يجي يحكي لي اي نت للشير، حلو، باجي انا هون في عندي اول اشي كسر هنا، ففي مساحة نص فتحة تمام، نص فتحة بطرحها من مساحة الوجه هذا تمام، بحسب مساحة الوجه هذا يعني الثيكنس اللي لجوا تمام. يعني هي عندي البليت مثلا، هي بليت حلو، صار فيها بلوك شير، ففي قطعة فلتت هون، فأنا بدي مساحة الوجه هذا اللي هون ومساحة الوجه اللي من هون، فبهمني الثيكنس والطول. هسا ان شاء الله بالامثل راح يكون واضح، انا عارف ممكن مش واضحه كثير هسا، بس مع الامثل ان شاء الله بتوضح اكثر. المهم، فلما بدي احسب اي نت باجي على مساحه الوجه هذا ومساحه الوجه هذا، وبطرح منها نص فتحه برغي اللي هي الجهه اللي صار فيها الكسر تمام. لما بدي احسب اي جروس ما بطرح البرغي، بس باخذ مساحه الوجه هذا ومساحه الوجه هذا. هذا الفرق بين اي نت للشير واي جروس للشير. اي نت انه مساحه الوجه، ومساحه الوجه ناقص فتحات البراغي نص نص. حلو، هسه تبين مع الامثله ان شاء الله. والاي جروس اللي هي مساحه الوجه هذا ومساحه الوجه هذا، الوجه هذا والوجه هذا هم للشير لانهم موازيات للقوه تمام. المهم الاي ان تي اللي هي الاي نت للتنشن بتكون مساحه الوجه هذا تكون معامده للقوه تمام، مساحه الوجه هذا. طبعا راح نطرح منها البراغي لانها اي نت ان شاء الله. هسه مع الامثله كله بوضح.
المهم في كمان معلومة لازم نعرفها اللي هو design strength، قوة تصميم القوة لما يكون عندنا tension bar أو رود. تمام، في إيش القوة اللي بتحملها الرود أو البار، يعني القضوان أو الكيبلز مثلا، عشان إنه يصير تنهار عندها. تمام، القانون تبعها هي مجرد قانون مطبق، يعني PU بدها تساوي في ضرب AD اللي هي مساحة المقطع للكيبل، مش احنا اخذنا ممكن يكون البار والرودز زي هيك او زي هيك مثلا. تمام، يعني دائرة او مربع او مستطيل زي هيك. حلو، هاي هي الـ AD اللي هي مساحة المقطع. تمام، ضرب 75% من الـ F-Ultimate. حلو، وفي لازم نكون عارفين شغلتين، انه الفاي ما لازم تزيد عن 5 عفوا الفاي بتساوي 75%، والبيو ما لازم تزيد عن 45%. تمام، كيلو نيوتن طبعا. طيب ناخذ امثله عشان الصوره تكون واضحه. طيب اخواننا بسم الله، ناخذ مثال عشان نفهم الحكي اللي حكيناه. هسه المثال هذا بيحكي لك determine the design strength for the connection shown، بده القوه اللي ممكن يتحملها هذا المنبر اللي عندي هون. تمام، عندي منبر اللي هو بليت، حكي لي انه بليت 12 اللي هي الثيكنس ضرب 280 ومثبتة في قصة بليت وبتنشد في قوة مقدارها بيو. أنا بدي أحسب إيش أقل بيو ممكن، إيش أكبر بيو بتحملها المنبر هذا اللي هو البيئة البليت. تمام، حكي لي إنه مثبت من هون بسبع براغي وترتيبهم كيف والأبعاد بينهم، حكي لي نوع الستيل المستخدم، فبالتالي الـ F yield إله والـ F ultimate قديش، حكي لي إنه دياميتر البولت 20 ملليمتر. طيب كيف بدي احسب انا الاكثر اكبر بيو ممكن يتحمل هذا الجسم؟ اول اشي احنا تعلمنا انه في ثلاث انواع من الفيلر ممكن تصير للجسم، اللي هي ييلدينج والربتشر والبلوكشير. فبنحسب قد ايه القوه اللي بتعمل ييلدينج، وقديش القوه اللي بتعمل ربتشر، وقديش القوه اللي بتعمل بلوكشير، واقل قوه فيهم هي اللي بعتمدها. فاول اشي نيجي نحسب ييلدينج. أخذنا إحنا إنه قانون ييلدينج في بي إن هتساوي فاي اللي هو هذا. تمام، اف واي في أجروس. تمام، فاي لليلدينج 0.9، اف واي اللي هي 250 أعطاني إياها سؤال، أجروس بدي مساحة المقطع. تمام، اللي هي إيش بعمل؟ بضرب الثيكنس في الطول. حلو، في الطول هذا الثيكنس اللي هو 12 ضرب الطول هذا اللي هو كم؟ 50 و50، هو نفسه ال 280 اللي هو معطينيها 280. تمام، المهم فهسه اذا بحسب هيك على الآلة الحاسبة بعطينيها بنيوتن. تمام، انا ما بدي اياها بنيوتن، بدي اياها كيلو نيوتن. تمام، بدخله مع الآلة الحاسبة بطلع معي 756 كيلو نيوتن. فبضرب 10^3 عشان احول لكيلو نيوتن بس. تمام، هيك حسبنا احنا القوه اللي تنتج من الييلدينج. طيب هسه نروح على الربتشر. تمام، حكينا احنا ايش قانون ال في بي ان. هي في بي ان هتساوي فاي اف التيميت في اي افكتيف. تمام، هسه فاي هون 0.75، اف التيميت اللي هي اعطاني سؤال 400، ايه افكتيف بدي احسبها. هسه الربتشر عندي هون ممكن يصير كيف؟ ممكن يصير الكسر بالشكل هذا، نجيب لون ثاني احسن، ممكن يصير الكسر بالشكل هذا هيك صح، ينكسر زي هيك ويفلت الجسم، وممكن مش هيك ينكسر هيك بعدين يروح هيك هيك هيك، هسه هذا ما ضل فيه ولا برغي ماسكه فراح يفلت. تمام، في عندي حالتين، انا حالتين ثنتين، فالاي افكتيف راح تختلف. طبعا بدنا نميز هسه شغله، الاي افكتيف هون هي نفسها اي نت، اي افكتيف ده تساوي اي نت. ليش؟ لانه هاي بليت، يعني مش حكينا احنا انه اللهم صل على سيدنا محمد، لو الاي افكتيف والاي نت شو الفرق بينهم؟ انه لو ايدي هيها وسحبتها من كل اصابع، تمام، غير عمل لما اسحبها من اصبع واحد. فهون انا كون عندي بليت المقطع جاي شكله زي هيك، والقوه بتاثر عموديه، يعني هسه هو مستمر هيك الجسم. تمام، والقوه بتاثر عموديه، فما اختلف انه قاعد بشد من المنبر اللي هو نفسه المنت، هو المنبر عباره عن المنت واحد.
المنبر عبارة عن إلمنت واحد وقاعد بنشد فيه، غير عن لما يكون عندي ليج هيك جاية وبنشد فيها من هاي الليج، أو نشد أنجل بنشد فيها من هاي الليج أو من هاي الليج، بيختلف. تمام؟ مشان هيك البليت اللي افكتيف له هي نفس الانت، لأنه بتكون أصلا من إلمنت واحد. تمام؟ المهم فنيجي أول إشي ناخذ لما يكون المسار هيك الكسر، يعني هاي عندي برغي وكمان برغي والمسار واحد، بدنا نحسب الاي افكتيف له اللي هي نفسها الاي نت. تمام؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الاي نت هتساوي اي جروس ناقص عدد البراغي ضرب الثيكنس ضرب دي الهول. دي انتبه دي الهول اسوي معطيني دي البولت 20 صح؟ دي الهول هتساوي 20 زائد 3 بزيد لها 3 ملم حكام، فكم بدها تساوي؟ نعتذر على العجقة، دي هول بدها تساوي 23. تمام؟ نيجي اجروس هون اصلا كم طلعت معنا؟ خلال الآلة الحاسبة 12 ضرب 280 الاجروس 3360 ناقص عدد البراغي اللي عندي هون برغيان اللي في المقطع هذا ثيكنس اعطاني اياها سؤال 12 هيها الدي هول 23. طيب دخلوا مع الآلة الحاسبة تساوي 2808. تمام؟ هاي المساحة لما يكون الكسر بالشكل هذا. طيب لما يكون الكسر في بالشكل هذا الخط المسار المائل زي هيك، لما يكون الكسر زي هيك اجا، فباجي زي هيك بحسبه، بحسب الاي وقتها كيف بالشكل هذا. الاي نت هتساوي اي كروس ناقص عدد البراغي 3 في الثيكنس اللي هي 12 في الدي هول اللي هي 23، هسا بدي ازيد لها المسار هذا والمسار هذا. تمام؟ حلو. طيب بالنسبة للمسار هذا اول شيء الثيكنس اللي هي 12 ضرب، هسا بحط كونه عندي مسارين فبفتح حدين لانه مجموع، احنا بناخذ المجموع. فاول شيء الميل الاول، نيجي على الميل الاول. الميل الاول في عندي من المسافه هاي تربيع على المسافه هاي ضرب 4، فالمسافه هاي كم؟ المسافه هاي اللي هي اعطاني سؤال هون هي المسافه هاي اعطاني 80، بحطها 80 تربيع على 4 ضرب كم اللي هي المسافه هاي هسه بدنا ناخذ. تمام؟ اللي هي هاي اللي هي 90، اعطاني سؤال 90 المساحة ضيقة. المهم الخط المائل الثاني هذا برضو بسطه مقام عندي في هاي من هون لهون كم؟ اللي هي 80 برضو نفس الاشي الثنتين ترى 80 تربيع على 4 ضرب المسافة من هون لهون هسه بالطول 4 ضرب برضو 90، وهون مساحة ضيقة اخواننا نعتذر احنا على التقصير. 3360 اللي هي إجروس ناقص 3 براغي عندي ضرب ثيكنس ضرب 23 زائد ثيكنس ضرب افتح قوس عندي أول حد 80 تربيع على 4 ضرب 90 زائد برضو 80 تربيع. هاي المسافة اللي بالعرض، انتبهوا اخوانا كثير ناس في الامتحان بنعجق بروح بحط المسافة اللي بالطول في البسط بربعها، هذا حكي غلط. لازم اللي تحت جاي اللي هي المسافة اللي بالعرض تمام هي اللي تحطها في البسط وتربعها، المسافة اللي بالطول هاي بتضربها في 4 وتحطها في المقام. بدنا ننتبه 4 ضرب 90 ويساوي المساحة طلعت هون 2958.6 يعني 59 تقريبا 59. المهم هسا 2959 وهاي 2808. هسا أني لو أحط هاي هون حيعطيني قوة أقل تمام، ولو أحط هاي هون برضو حيعطيني قوة أكبر، فيعني المساحة هاي هي اللي بتشكل قوة أقل، فباخذ هاي عشان إحنا بنشتغل إنه بدنا إشي على المضمون شغلنا، فمن باب الاحتياط وبناخذ المساحة الأقل عشان تعطينا قديش إنها بتحمل قوة أقل. تمام؟
فلما أعوض بطلع معي كم؟ طبعا بضربها في 10 ناقص 3 عشان أحول لكيلو نيوتن. طلع معاي 842. تمام اخوانا، بيطلع 842.4 كيلو نيوتن. بس في ملاحظة هون، انه بدنا ندير بالنا انه الـ A effective للبليت هي نفس الـ A net. احنا اخذنا انه الـ A effective تساوي A net ضرب U. تمام، الـ U للبليت بنحسبها واحد. حكينا السبب انه اصلا البليت عبارة عن element واحد بس، مش اكثر من element عشان نحسب فاكتور له. تمام، اللي هو shear lag factor. هسه هيك اخذنا اليلدنج قديش القوة اللي بتعمل يلدنج، وقديش اقل قوة بتعمل رابتشر. هسه ناخذ اقل قوة بتعمل بلوك شير. طيب هسه هي عندنا الجسم، نرسمه هيك بشكل واضح. هاي البليت في 6 براغي، تمام، مثبت في قصة بليت، تعرض لقوة شد. بغض النظر عن المقطع كيف شكله، المهم تعرض لقوة شد. فراح يصير في بلوك شير زي هيك، احتمال انه يصير زي هيك، تمام، تنكسر هاي زي هيك ويطلع جسم بطل فيه ولا برغي ماسك في هاي، تطلع زي هيك تكون. تمام، المهم فهذول الوجهين، هذا الوجه وهذا الوجه بتعرضوا لشير، راح نحسب لهم A net للشير. تمام، وهذا الوجه تعرض لقوة عمودية مش قوة أفقية شير. المهم نيجي بلوك بلوك شير، أخذنا إنه إلها قانونين. تمام، نحسب الاثنين وبنأخذ القيمة الأقل. هنا هي في بي ان تساوي قانونين، فاي الأول 0.6 F ultimate A net shear زائد U للبلوك شير اللي هي قيمتها واحد ضرب F ultimate ضرب A net. هذا القانون الأول. القانون الثاني اللي هو فاي 0.6 في F yield مش F U ضرب A gross الشير زائد U للبلوك شير اللي هي واحد في F ultimate في A net العمودية الأفقية. طيب هسا ال F ultimate وال F yield أعطاني إياهم، اللي ما أعطاني إياها هي ال F الشير F عفوا A net للشير، تمام، و A gross للشير، تمام، اللي هي A net للشير و A gross للشير و A net العمودية. تمام، فبنيجي نحسبه مع جنب. نيجي بسم الله، A net للشير ايش بدي اساوي؟ اول شيء انا عندي وجهين، الوجه هاد والوجه هاد، حط اثنين ضرب، خلينا نكبر هون نكتب احسن عشان اكبر، اثنين ضرب مساحة الوجه الواحد. احنا هسه ضربنا باثنين نشغل على وجه واحد، مساحة الوجه الواحد قديش؟ المسافة هاي من هون لهون، تمام، ضرب الثيكنس، الثيكنس 12 والمسافة هي قديش؟ نرجع للرسمة الأصلية عشان الأبعاد عليها، هي الرسمة الأصلية. المسافة من هون لهون اللي هي 80 و 80 و 40 اللي هي كم؟ 200. تمام؟ 200 200 ضرب الثيكنس اللي هي 12. تمام؟ هسه هيك أوجدنا مساحة الوجه هاد لجوه، طبعا بدي اطرح منها البراغي. تمام، هسه البرغي هذا على الطرف ما باخذه برغي كامل، بحسبه نص برغي لانه جاي على الطرف. تمام، فعندي برغي برغيين ونص ناقص 2.5، تمام، ضرب دي هول، دي هول مش دي بولت، دي هول، دي هول اللي هي كم؟ 23. هيك احنا وجدنا مساحه الوجه هذا اللي هي جايه زي هيك تقريبا، جايه زي هيك، تمام، ومطروح منها ثلاث براغي، مش ثلاث براغي عفوا، برغي برغيين ونص برغي هيك جاي. فاحنا وجدنا المساحة هاي، تمام، حسبنا A gross، طرحنا منها D hole و D hole و D hole اللي هون، بس انه برغيين ونص حسبنا.
تمام. المهم هيك أوجدنا إحنا إيه نت لشير، بس نوجدها رقميا يعني قديش معنا الحاسبة. تمام، 2 ضرب 200 عفوا نساش القوس، ضرب 12 ناقص 2.5 ضرب 23 تساوي طلعت معنا المساحة مساحة الشير 4685. هاي اللي هي مساحة الوجهين هذول مع بعض، وجهين لأنه ضربنا باثنين. تمام حلو، أوجدنا هيك A net لشير. نوجد A N T اللي هي مساحة الوجه هذا للعمودية. المساحة هاي قديش عندي؟ أول شيء المسافة من هون لهون ضرب الثيكنس. المسافة من هون لهون كم أعطاني سؤال؟ نرجع على الرسمة الأصلية. المسافة من هون لهون هي 90 زائد 90 اللي هي 180. باجي بحط 180 ضرب الثيكنس اللي هي 12. تمام هيك أوجدنا المساحة هاي هيك، بس بدي أطرح منها نص برغي من هون ونص برغي من هون عشان أوجد المساحة اللي جوا هاي. تمام نص برغي ونص برغي اللي هو برغي ضرب الدي هول بس اللي هي 23. نيجي نكتب 180 ضرب 12 ناقص 1 ضرب 23 تساوي 2137. تمام هيك أوجدنا A net الشير و A net العمودية هاي. تمام وهسه نيجي على القوانين. طبعا لو يطلب A gross الشير، جروس الشير سهلة جدا اللي هي المسافة هاي والمسافة المساحة هاي اللي هون والمساحة اللي هون بدون ما نطرح البراغي، يعني بدون يعني نفس الـ A net للشير بس بدون ما نطرح البراغي. فبنيجي 2 لأنه وجهين ضرب 200 اللي هي الطول هاد 200 ضرب thickness 7 بس هيك حطوا على الحاسبة وأمورك طيبة. أربعة آلاف ثمانمية بطلع. تمام هسه نيجي نعوض على القوانين ونشوف ايش راح يطلع معنا الاول وايش راح يطلع معنا القانون الثاني. نيجي طيب اول شيء عندي فاي 0.75 ضرب افتح قوس 6 بالعشر ضرب 400 اللي هي اف التيميت ضرب اي نت للشير اللي هي كم طلعت معي 4658 زائد حكينا اليو للبلوك شير واحد دائما ضرب اف التيميت 400 ضرب اي نت للعمودية هاي اللي هي 2137 وتساوي ضربها بعشرة ناقص 3 عشان احولها لكيلو نيوتن طلعت معاي 1484.4 كيلو نيوتن. تمام هاي على القانون هذا. طب القانون الثاني كم راح يعطيني؟ نيجي 0. أول شيء الفاي 75 ضرب نفتح قوس 6 بالعشرة ضرب 250 ضرب 4800. تمام ضرب لا زائد 1 ضرب أفيو اللي هي 400 ضرب إنة العمودية اللي هي 2137 تساوي ضرب 10 ناقص 3 عشان نحولها لكيلو نيوتن 1181. تمام كيلو نيوتن حسبنا احنا للبلوكشير بنعتمد حكينا الاصغر بينهم صح، فبناخذ 1181 هي اللي بنعتمدها في السؤال هذا اللي هي اللي بتعمل البلوكشير. تمام فهسه انا لو ارجع عفوا الورقه اهو لو ارجع للي حسبتهم لا مش هيك تمام هاي اليلدنج بتحمل لحد يعني لو عندي انا هيها البليت قاعد بشد فيها تمام بتزيد القوه بتزيد 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 لما توصل ل 756 راح يصير فيها ييلدنج. تمام لانها مش حتلحق يصير فيها ربتشر لانه القوه الييلدنج لسه اقل، ولا حيصير فيها بلوك شير لانه قوه البلوك شير برضو اقل. فاول اشي حيصير فيها اللي هو الييلدنج. تمام فالقوه التصميميه للبليت هذا 756 كيلو نيوتن. هيك هذا المثال بيكون خلص ان شاء الله. طيب هسه اخواننا ناخذ مثال ثاني على اللي هو تصميم الكيبل اللي اخذنا احنا قانونه اول اشي
اللي هو design strength for tension bars and rod. تمام؟ المثال هذا عليه بيحكي لك determine the diameter of cable AB. عندي هون في هنج ماسك جسم معين كانتليفر او اي شيء، تمام؟ ومن هون مربوطة في كيبل مثبت في هنج من هون، هيو الكيبل AB، تمام؟ وحكي لي انه سيركولر يعني اسطواني الشكل جاي، تمام؟ معطيني الابعاد، معطيني الطول من هون لهون ومن هون لهون، تمام؟ حكي لي انه هذا بتعرض لقوه من هون باتجاه الاسفل قدرها 30 كيلو نيوتن اللي هي الالتيميت لود، يعني ضربها بفاكتور من الاخر. which made of steel اللي هو الكيبل مصنوع من ستيل A36 يعني الاف يلد له 250 ميجا باسكال والاف التيميت له 400، تمام؟ بحكي لي انه ديترماين ذا دياميتر، بده الدياميتر. طب انا عشان احسب الدياميتر كونه احنا عندنا كيبل وبتعرض لقوه، فاحنا اصلا كل مادتنا اخذنا فيها القانون هذا بس اللي بخص الكيبل، تمام؟ ويعني الكيبل في يعني هاي الكيبل في قوه بالاتجاه هذا، تمام؟ قال انه هاي القوه مقدارها 30، فانا بحلل قوه 30 عشان اوجد قديش القوه اللي موجوده في الكيبل هون، يعني هاي بحللها هيك، تمام؟ حلو، يعني هاي الزاويه اللي هي نفسها هاي، تمام؟ فبحلل باخذ 30 كيلو نيوتن ضرب كوساين الزاويه هاي اللي هسه انا راح احسبها، كوساين الزاويه، تمام؟ نيجي نحسب الزاويه على جنب عشان اول شيء اوجد القوه الموجوده في الكيبل عشان احطها في القانون هذا، يعني هاي القوه بحطها هون، تمام؟ والفايل هي 75 والاف ال متعطاني سؤال بوجد المساحه، ومن المساحه لانه الكيبل حكى لي هون بالسؤال انه سيلندريكال، تمام؟ فعفوا سيركولار، فبحط قانون مساحه الدائره اللي هو في الدايمتر، فبطلع الدايمتر. فنيجي اول شيء نحسب القوه اللي في الكيبل، تمام؟ نحسب الزاويه، الزاويه اللي هي مقابل المجاور اللي هي تان انفرس الواحد على 6 بالعشرة، تان انفرس واحد على 6 بالعشرة اللي هي الزاوية 59.03. بنحطها هون بطلع معنا قيمة بيو بدها تساوي كم؟ 30 ضرب كوساين 59.03. طلعت القوة 15.4، هاي اللي هي بالاتجاه هذا، تمام؟ اللي يعني فبالتالي اللي في الكيبل بدها تكون عكسها في الاتجاه هذا، تمام؟ بس احنا اصلا اخذنا من السؤال من القانون انه البيو لازم تكون 45 كيلو نيوتن فما فوق، تمام؟ عشان يعني نصمم المساحة المقطع، فما باخذ هاي القيمة طلعت معي، ما باخذها، بحط 45 لأنه هاي طلعت أقل من المينيموم، تمام؟ باخذ 45 كيلو نيوتن. لا تساوي، نحط القانون أول شيء عشان تكون أمورنا واضحة، عفوا نحط القانون بيو تساوي فاي اي 75% ضرب فيو، هذا القانون. بيو حكينا انه طلعت معنا 15.4 واحنا ما بناخذها لانها اقل من المينيمم، لانه اقل اشي لازم تكون 45 فما فوق، تمام؟ والفاي 75% زي الباقيات اللي هم البلوك شير والربشر، بحط هاي 45 وهاي 75%، الاي انا بدي اياها اصلا 75%، الالتيميت اف التيميت اللي هي 400، تمام؟ دخل على الآلة الحاسبة 45 تساوي 75 عفوا 45 ده تساوي 75 ضرب ايه ضرب 75 ضرب 400 ايه طلعت قيمتها 2 بالعشرة، تمام؟ 2 بالعشرة طبعا هاي لأنه كيلو نيوتن، لو أحول ده تطلع كام؟ ده تطلع 200 لما تصير هاي نيوتن، تمام؟ 200. فلما اجي احط انا انه قانون دائرة مساحة الدائرة 200 تساوي اللي هي باي في الدايمتر تربيع على 4، تمام؟ نيجي 800 على باي، عفوا 800 على باي،
الدايميتر طلع معاي الدايميتر هسه لما احط على الآلة الحاسبة بطلع الدايميتر بده يساوي 15.95 يعني تقريبا 16 مليمتر. تمام، لو انا ما عملت الخطوة هاي وحليت على انه 2 بالعشرة بطلع معي هاي بالمتر، فلا انا اختصرت حالي من اول وحطيت هاي حولت هاي للمتر المربع للمليمتر المربع عشان تطلع معي الدايميتر بالمليمتر. فهيك انا طلعت الدايميتر اللي هو طالب السؤال، وهيك ان شاء الله بكون نخلص هذا السؤال. ناخذ هسه كمان مثال ان شاء الله عن الربتشر والبلوكشير واليلدنج، وهو مثال اشمل واكبر ان شاء الله احسن. طب اخواننا عندنا المثال هذا، في عندنا تشانل تمام هيو اللي هو سي 380 ضرب 74. طبعا هذا مش بعد، هذا وزن تمام عشانكم تبين، هذا وزن المتر المتر فيه تمام، هذا بعده اللي هو هذا. حكي لي انه مثبت في 9 براغي، وهي الابعاد بينهم معطيني اياها، ومعطيني نوع الستيل، وانه الاف واي له 248 والاف يو 400 والديفولت، وطالب نحسب القوه التصميميه لهذا المنبر تمام. طبعا هسه لو اخذنا سكشن وتفرجنا راح نشوفه مثبت زي هيك، هاي القست بليت اللي هي هاي الحمراء اللي مثبت فيها هيها تمام، وهي الشانل، وهي الثلاث براغي اللي هم هاي وهاي وهاي اللي راح نشوفهم، البقيه راح يكونوا وراهم. المهم وهي السنترويد الشكل، وهي الاكس تبعته اللي راح تلزمنا بالربتشر. طيب نيجي اول اشي بدنا نحسب قوه اليلدنج، اليلدنج اللي بتحملها الجسم عفوا. طيب اليلدنج، قانون اليلدنج احنا بنعرف انه في بي ان تساوي فاي ضرب اف الواي ضرب اي جروس للشكل تمام. طيب فاي لليلدنج حكينا 9 بالعشرة ضرب اف الواي اللي هي 248 اعطاني السؤال، والاي جروس بجيبها من الكود، بفتح الكود هي بفتح الكود على الشانل هيها اللي هي 380 ضرب 74 A هي 9480 طبعا بضرب 10 قوة ناقص 3 عشان احول الناتج لكيلو نيوتن تمام، بعوض على الآلة الحاسبة بطلع معي 2115.9 كيلو نيوتن، هاي اليلدنج. طيب هسا نروح نحسب الربتشر. قانونها فاي بي ام تساوي فاي في اف يو في اي افكتيف تمام. طيب احنا بنعرف انه الاي افكتيف هي ايش، طبعا هاي معطية من السؤال وهاي بنعرفها اللي هي 75%. نيجي على الاي افكتيف هي المجهولة صفت عنا، يو ضرب انت تمام، انت بنقدر نحسبها اللي هي الربشر راح يصير بالشكل هذا، الربشر راح يصير بالشكل هذا، وما اظن انه في اي مسار ثاني يعني ما في، بده يصير هيك راح يضل هذا البرغي ماسك، بده يجي هيك في برغيين ماسكات، فلا ما في الا هذا المسار الوحيد اللي ممكن يصير فيه كسر للجسم تمام. فالانت يعني بنحسبها بسهوله وراح نحسبها كمان شوي، بس اهم شيء نيجي على اليو، نحسب الانت واليو. اليو ده تساوي 1 ناقص اكس على ال صح. طيب 1 ناقص الاكس اللي هي حكينا من سنترويد الشكل للقست بليت اللي هي مثبتة تمام، يعني لما اجي انا على الكود هاي بجيبها من الكود، حكينا باجي على الكود هاي الاكس هيها اللي هي 20.3 بسهولة، بعوض انه الاكس 20.3 على ال، شو ال؟ ال اللي حكينا اللي هي من بداية من اول كسر لاخر برغي موجود اللي هي هاي المسافة وهاي المسافة، معطيني سؤال 150 و150 150 زائد 150 بعوض على الحاسبة وبطلع معاي اليو 0.92. احنا بنعرف انه اليو ما بصير تزيد عن 9 بالعشرة، طالما طلعت اكبر من 9 بالعشرة بطنش القيمة طلعت معاي وباخد 9 بالعشرة، هاي دايما انتبهوا لها يا جماعة. المهم هيك عرفنا احنا اليو، هسا نيجي نحسب الاي ان، الاي نت، الاي نت اللي هي A gross ناقص thickness ضرب عدد البراغي ضرب D hole، A gross اللي جبناها من الكود اللي عوضناها هون 9480 ناقص thickness. بدنا ننتبه يا جماعة هاي مش بليت، ما بصير تيجي تاخذ هاي على انها thickness، غلط
هاي مش بليت. الشانل والانجل كلهم هدول الثيكنس لهم ما بتاخذها من الشكل، عفوا الانجل بتاخذها من الشكل، الانجل بيكون حاطط لك اياها ثيكنس اللي احنا شرحناها باول فيديو تبع الانترودكشن، تمام. بالشانل هاي ما بتكون ثيكنس، هاي عباره عن وزن للمنبر، للمتر من المنبر، تمام. الثيكنس هو ايش؟ هو يعني سماكه الطبقه هاي، مش الفلانج هاد ولا الفلانج هاد، الويب هاي اللي هي الويب، هاي المنطقة اللي هي الويب، تمام. سمكتها هي اللي بدنا إياها. هاي من وين بنجيبها؟ بنجيبها من الكود. نيجي على الكود هون بيحكي لك هاي إنه الويب ثيكنس، يعني معطينا ثيكنس للفلانج والثيكنس للويب، إحنا بلزمنا الويب ثيكنس. نيجي بنأخذها اللي هي 18.2، هاي كثير مهمة النقطة، تمام. 18.2 ضرب عدد البراغي اللي راح تمر في الكسر اللي هي 3 براغي، دي هول معطيني هو الدي بولت 20، بس دي لها 3، بس دي لها 3 اللي هي 23 راح تصير، تمام. بعوض على الآلة الحاسبة وبطلع معاي اللهم صل على سيدنا محمد 8224.2 ملي متر مربع، هاي الـ A net، تمام. هسا صار عندي U وعندي A net، بطلع A effective. عندي A effective اللي هي لما أضرب 9 بالعشرة في ال 8224.2 بطلع الـ A effective، والـ FU اللي هي 400 وهي اللي هي 75%، بعوضهم على الآلة الحاسبة يعني بحط 75% ضرب 400 ضرب 9 بالعشرة ضرب اللي هي 8224 اللي هي يعني، تمام. تطلع بعد ما نعوضهم على الآلة الحاسبة تطلع الإجابة 2220.53 كيلو نيوتن، تمام. هيك طلعنا الربتشر، حلو. هسا نروح نحسب البلوكشير. بس هنا بدي أنبه على شغلة إنه ممكن وإحنا نحسب يكون في أرقام غلط، في أشياء غلط، فيرد تعدلوا في التعليقات وتحطوا إيش في أخطاء أساس إنه نفيد بعضنا، تمام. وإذا احتاج الخطأ لتصحيح وإعادة الفيديو إن شاء الله ما بنقصر. المهم نيجي نحسب البلوكشير. هسا البلوكشير كيف حيصير؟ البلوكشير راح يصير بالشكل هذا، إنه راح ينكسر هذا الجسم زي هيك وزي هيك وزي هيك، تضل هاي القطعة موجودة هون، تمام، تضلها موجودة ويطلع الشانل كامل، بس ينكسر هذا الجزء، يضل مثبت في القست بليت ويطلع الباقي. يعني مش حينكسر اللي فوق غالبا، مش حينكسر لانه في هون فلانج وفي هون فلانج، صعب جدا انه ينكسر بالاتجاه اللي فوق، فبالغالب راح يكون زي هيك. نيجي احنا نرسم الكسر، مش مشكلة. المهم نرسم الكسر راح يصير زي هيك، محل البرغي، محل البرغي الثاني، تمام. وفي هون البرغيين ظلوا ثابتات موجودات، تمام. هاي هي اللي ظلت في الجست بليت، الباقي الجسم طلع وقع، تمام. طيب عشان العجله هاي اللي انكسرت صفت زي هيك، نيجي نحسب البلوكشير لها، القوه اللي ممكن تعمل هيك اللي هي البلوك اللي بسبب لنا بلوكشير، طيب. قانون البلوكشير في له قانونين حكينا، وبناخذ القوه الاصغر. اول واحده اللي هي 6 بالعشرة ايوه اخذناهم هذول الاثنين، تمام. خليني اكتبهم بشكل سريع، 6 بالعشرة في اف يو في اي شير نت زد الشير لاج فاكتور للبلوك شير اللي هو حكينا دائما واحد، تمام. هذا القانون الاول. الثاني فاي ضرب 6 بالعشرة في اف واي في اي جروس لل A net gross عفوا، تمام، زائد بلوكشير lag factor في FU في A net اللي هي العمودية اللي هي، تمام. هسا احنا بنعرف انه ال A net shear
هي للوجه هاد، طبعا اللي انت بدك تطرح منها البراغي تمام، والوجه هاد انه هم اللي بصير لهم شير، لانه القوة بالاتجاه هاد وهم موازيات للقوة تمام. فهاي اللي بنحسب من عشان نحسب الانت شير بنستخدم هدول الوجهين تمام. عشان نحسب الانت اللي هي العمودية تمام بنستخدم هذا الوجه. يجي نحسبهم. طيب بسم الله، اول شيء نحسب الانت الشير ايش ده تساوي؟ خلينا نجي نكتبه هون احسن. انت الشير هتساوي اول شيء 2 اللي هي هاي وهاي، لانه حيكونوا سيمتريك تنتم. طيب نيجي على الوجه هاد نحسب مثلا الطول هاد قديش. هنا اخذنا السؤال، وين الورقه راحت؟ هاي اعطاني السؤال المسافه هاي اللي هي كم؟ 150 و150 و100، يعني كم؟ 400 صح. هاي المسافه كلها، هاي المسافه كلها 400، بحط 400 تمام ضرب الثيكنس. ضرب الثيكنس، شايف الثيكنس قديش مهم؟ لو انك خربطت قبل كان هسه البلوك شير برضو راح عليك، اللي هي حسبناها في طلعناها من الكود، هاي طلعناها من الكود صح. المهم ضرب الثيكنس اللهم صل على سيدنا محمد. هيك اوجدنا احنا اللي هي الاي جروس للوجه هذا تمام. بس بدنا نطرح منه الفتحات هاي تمام، اللي هي الثيكنس ضرب عدد البراغي ضرب دي هول صح. حكينا الثيكنس ضرب عدد البراغي ضرب دي هول، هاي قانون اخذناه قبل. طيب هاي الثيكنس عدد البراغي برغي برغيين ونص صح، برغيين ونص هيك في البلوك شير. اخر وحده بتكون ما بناخذ برغي كامل، بناخذ نص برغي تمام. هيك الثيكنس ضرب عدد البراغي ضرب دي هول. دي هول اعطاني السؤال انه الدي بولت 20 زائد 3 23 تمام. طيب بنعوض على الآلة الحاسبة، بيطلع معانا الانت للشير قيمتها 12467، 12000 طبعا مليمتر، هذا 467 مليمتر مربع تمام. هاي طيب نيجي نحسب هسا بعد ما حسبنا احنا هدول، طبعا هاي مساحة للوجه هذا والوجه هذا تمام. طيب هيك طلعنا انت اللي هي هاي، نيجي نطلع انت اللي هي العمودية تمام. انت العمودية هتساوي وجه واحد، ما في داعي اضرب اثنين يعني عباطة بتصير. المهم نيجي المسافة هاي كم؟ 100 زائد 100 200 تمام. هاي المسافة هاي بضربها في الثيكنس عشان اخذ مساحة المقطع صح؟ المقطع لما اقصه قديش راح يكون مساحته؟ تحمست. المهم 200 حكينا ضرب الثيكنس اللي هي 18.2. هسه بدنا نطرح منها اللي هي الفتحات تمام. هاي فتحة برغي كامل ونص برغي ونص برغي، 1 زائد نص زائد نص صح. تضربها في الثيكنس، تضربها في دي الهول اللي هي 23 تمام. بس تعوض على الآلة الحاسبة بيطلع معاك الانت للوجه العمودي بدها تساوي، وين راحت؟ بدها تساوي 2802.8 مليمتر مربع تمام. هاي هي. طيب ايش ضل؟ ضل اللي هي الاي جروس للشير اللي هي نفس هاي بس بدون ما تطرح البراغي، اللي هي مساحة هذا الوجه بدون ما تطرح الفتحات زائد مساحة هذا الوجه بدون ما تطرح الفتحات. يعني 2 ضرب هذا الطول 400 ضرب ثيكنس اللي جوا فيه 18.2 حلو. بتعوض على الحاسبة تطلع معاك 14560، 14560 مليمتر مربع برضو تمام. هسه صارت موجودة عندنا هاي اللي هي هاي، موجودة عندنا هاي، موجودة عندنا هاي. هاي قيمتها 1 لاج شير فاكتور، وهي أعطاني سؤال، وهي أعطاني سؤال تمام، وهي أعطاني سؤال، وهي أعطاني سؤال. بعوض بالأولى بتحط هاي 75%، يجي نكتبهم 75% معلش 0.6 400
نكتبها كسرة. طيب هاي اللي هي طلعت معانا كم؟ 10,400 تمام؟ زائد 1 ضرب 400 ضرب انت اللي هي تمام؟ هاي بعوضها على الآلة الحاسبة تطلع معاي قيمتها اللي هي أول وحدة 3000. طبعا بضرب بعشرة وناقص 3 عشان أحول لكيلو نيوتن تمام؟ 3084.9 كيلو نيوتن. هاي أول وحدة. لما نيجي نعوض على الثانية على هذا أول قانون، لما نيجي نعوض على القانون الثاني بنعوض نكتب 75% فرق 6 بالعشرة. الأفيلد أعطاني هالسؤال 248 ضرب الإيجروس للشير اللي حسبناها آخر إشي اللي هي 14,560 زائد البلوك شير فاكتور لاج شير فاكتور اللي هي 1 في البلوك شير ضرب أفيو اللي هي 400 ضرب إنت العمودية اللي هي 2802.8. بتعوضها على الآلة الحاسبة برضو تطلع معاك الجواب النهائي 2465.7 كيلو نيوتن. طبعا تنساش تضرب هاي بعشق وناقص 3 عشان تحول لكيلو نيوتن تمام. المهم هسه يا سيدي العزيز بعد ما احنا جبنا القيمة اللي بتعمل بلوك شير والقيمة اللي بتعمل بلوك شير هون نعتمد الأقل اللي هي هاي تمام. إذا هاي القيمة المعتمدة اللي بتسبب بلوك شير. نيجي عندي ليدنج طلعت 2115.9 الرابتشر هيها تمام والبلوك شير هيها. أقل قيمة فيهم أني الييلدينج صح؟ هاي هي أقل واحدة. فإذا الديزاين سترينغث إلو هي 2115.9 لأنه هي أقل واحدة. ديزاين اللي هي 2.9 كيلو نيوتن. هيك بنكون خلصنا هذا السؤال والله يعطيك العافية. بسم الله ناخذ كمان مثال. بحكي لك determine the design strength for the tension member shown. معطيني هون T section وهي أبعاده اللي هي WT 420 ضرب 196 تمام. هاي أبعاد T section معطيني إياه، معطيني نوع الستيل وإنه FY له 250 وFU 400 ميجا باسكال تمام. وحكي لي انه الدي بولت عندي 20 هون وانه بتعرض لقوة شد. هاي معطيني التوب فيو يعني صورة من فوق للجسم كيف مثبت. وهي هون بدي اخذ سكشن واشوف كيف التثبيت انه هاي القست بليت وهي مثبت فوريين وراهم في كمان اللي هم هدول. معطيني الابعاد. نيجي نحسب القوة اللي بتحملها هذا الجسم. اول اشي زي ما اخذنا في عنا ليلدنج تمام. هاي ليلدنج اخذنا قانونها فاي بي ان يساوي فاي في اف واي في اي جروس تمام. الفاي 0.9 ضرب اف واي 250 اعطاني اياها السؤال اللي هي افيلد ضرب اي جروس. اي جروس بدي اجيبها من الكود. باجي على الكود هاي الكود بفتح على صفحه التي سيكشن تمام بدور على التي سيكشن اللي معطيني اياه. ايش هو 420 196. باجي هيو الـ A gross إله 25,000 بحط 25,000 وبضرب بعشرة وناقص 3 عشان أحول لكيلو نيوتن. تطلع معاي ليلدنج قيمتها بعد ما أعوض 5,625 كيلو نيوتن تمام. هيك أوجدنا ليلدنج. هسا نروح نحسب الرابتشر تمام. هسا الكسر راح يصير عندي راح يجي هيك في البرغي هذا ينكسر ويطلع هاي ويكسر هيك ويفلت الجسم بعدين تمام. شو قانون الربتشر؟ فاي بي ان هتساوي فاي في اف يو في اي افكتيف تمام. انا بعرف انه الاي افكتيف هتساوي يو في اي نت. نيجي نحسب اليو. اول شيء اليو بدها تساوي 1 ناقص اكس بار على ال تمام. الاكس هون ايش اللي هي؟ هي سنترويد الشكل مثلا هون تمام. مثلا هون هيك سنترويد بيجي بيبعد هيك تمام. اللي هي المسافه هاي من سنترويد الشكل للقست بليت المثبت.
تمام؟ يعني لما أنا أجي على الكود هون هاي الـ X حلو؟ باجي هاي الـ X بدور أنزل هيك هاي 97.3 بنجيبها من الكود هاي قيمتها 97.3 تمام؟ أما الـ L من أول برغي عند الكسر لآخر برغي اللي هي 80+80 اللي هي 160 يعني تمام؟ طب هسا لما نعوض على الآلة الحاسبة يو بتطلع معانا قيمتها 0.39% هي أقل من 9 بالعشرة يعني مقبولة نعتمدها هاي اليو تمام. الانت عشان أوجدها الانت هي إيش انت تساوي إيجروس ناقص ثيكنس ضرب عدد البراغي عدد فتحات البراغي نيجي عدد البراغي اللي هم برغيين حط ان مبدئيا يعني تمام ضرب دي هول اللي هي الفتحة نيجي الايجروس هي 25,000 اخذناها من الكود ناقص الثيكنس ثيكنس هاد اللي هي هاي صح هاي كيف اعرفها هاي بجيبها من الكود من الكود معطيني انه هذا فلانج وهذا فلانج وهذا ويب او هاي بيحكوا لها كروس كانه بيحكوا لها ستيم هاي في التي سيكشن بيحكوا لها ستيم تمام وهذا بيحكوا له فلانج وهذا فلانج فانا بدي هاي اللي هي الثيكنس للفلانج تمام فلما اجي انا على الكود هون هاي الستيم هاي الفلانج لا باجي على الفلانج الثيكنس للفلانج بنزل بلاقيها 39.9 باخذها 39.9 ضرب عدد البراغي اللي عندي انا هون كم اللي في الكسر برغيا بحط 2 ضرب دي هول هون اعطاني دي بولت 20 بزيد لها 3 ملم 23 تمام بعوض على الآلة الحاسبة تطلع عندي انت قيمتها 23,164.6 ملي متر مربع تمام هسه صار عندي انا الافكتيف بقدر اوجد من خلال يو ضرب انت اللي انا مطلعهم الثنتين وهاي 400 وهاي 0.75 بعوض على الآلة الحاسبة بعد ما عوضهم بالآلة الحاسبة كلهم بطلع معاي الـ 5PN للربتشر خلنا نكتبها هون نطلع ورقة جديدة للبلوكشيت عادي 5PN للربتشر شو بدها تساوي 0.75 ضرب 400 ضرب يو اللي هي حكينا 39 ضرب 20.5 بعوضهم بالآلة الحاسبة بطلع عندي الربتشر 2710.2 طبعا بضرب 10^3 عشان احول لكيلو نيوتن بغض النظر 5 كيلو نيوتن هاي هي تبعت الربشر اخوانا زي ما حكينا اذا في اي خطا حطوا لنا في التعليقات عشان نفيد بعضنا تمام هسه نحسب البلوكشير نجيب ورقه نحط عشان نوجد البلوكشير بدنا ننتبه للشغله اخوان البلوك شير هون ما بصير تيجي تحكي انه راح يصير الكسر هيك 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 لانه انت متخيل انه والله بده القوه بدها تاثر على هذا يعني كميه حديد كثير كبير راح تاثر يعني انه انت بتقول قاعد اذا بده يصير الكسر زي هيك يعني بده يكسر الفلانج والستيم يكسر الفلانج هذا والستيم هذا والفلانج هذا فيعني هاي بدك قوة كثير كبير فالمنطقي أكثر إنه لا ينكسر من هون هيك ينكسر من هون هيك وهاي اللي تضلها في القست بليت هاي الجزئية تمام وهاي الجزئية هي اللي تضلها في القست بليت تمام ويفلت فهاي بتحتاج لقوة أقل فالمنطقي إنه هاي هذا الشكل من البلوك شير هو اللي يصير قبل ما إنه والله يكسر الستيم وجزء من الفلانج جزء من الفلانج فشكل البلوك شير هون راح يكون زي هيك تمام هيك راح يكون شكله هيك راح يكون هاي اللي راح تضلها في القست بليت وهذاك راح يكون طلع حلو فعشان انا اجي اوجد البلوك شير احنا نعرف انه البلوك شير له قانونين تمام القانون الاول اللي هو فاي 0.6 اف يو اي ان بي زائد يو في اي ان تي في اف يو عفوا
الثاني فاي. تمام. المهم هسه نيجي الفيو 400، بدي انا اول شيء احسب اي ان في و اي ان اي جروس في اللي هي هاي اي نت للشير، هاي اي جروس للشير، بعدين احسب اي ان تي اللي هي المساحة العرضية، تمام، اللي هي هاي عفوا هاي اللي صنعنا لها الكسر في البلوك شير هاي. تمام، نيجي اول شيء اي ان تبعت الشير، اي ان في اي نت الشير، اي نت الشير هي ايش؟ هي المساحة هاي، يعني هسه صار عندي انا الجسم هذا زي هيك، من هون في كسر محل برغي، هون في اثر برغي، وهون في اثر برغي، تمام. طبعا هذا نص برغي راح ناخذه، هذا برغي وهذا برغي، فهي ايش؟ هاي اي اللي هي عفوا الطول هذا راح يكون اللي هو الطول هذا، تمام، ضرب الثكنس عشان يوجد المساحه كامله. الطول هذا كم؟ الطول هذا معطيني اياه السؤال 80 زائد 80 زائد 60 اللي هي كم؟ 220. 22. بس ما ننسى اخوان احنا بنشتغل على ثنتين، فخلونا من اول نضرب باثنين، اثنين ضرب اثنين ضرب، نيجي الطول هذا ضرب الثكنس، 220 ضرب الثكنس تبع هاد اللي هو الفلانج اللي احنا طلعناه من الكود 39.9، صح؟ تمام، هيك اوجدنا احنا المساحة هاي بدون ما المساحة هاي بدون ما نطرح البراغي، هي هاي بدون ما نطرح البراغي. هسا نيجي نطرح اثر البراغي، شو الاثر البراغي؟ عدد البراغي عندي قديش؟ برغيين ونص راح يكون، ما ننسى انه احنا شغالين على قطعتين، برغيين ونص ضرب الثكنس ضرب اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، الدي هول، الدي هول اعطاني الدي بولت 20 23. تمام، كمان مره عشان تكون الصوره اوضح، انا هي عندي بدي اوجد مساحه الوجه هذا، تمام، نسونا من الصوره هاي، نشتغل على هاي مساحة الوجه هذا ومساحة الوجه هذا اللي فيها البراغي، حلو؟ يعني الوجهين سيمتريك، بحط اثنين ضرب، باجي مساحة هاي ناقص البراغي، عندي أنا ثلاث براغي بس الأخير ما باخده كامل لأنه حكينا كيف يجي شكل كسر، هذا نص برغي، حلو؟ فبدي أوجد أول شيء مساحة الوجه هذا، الطول هذا ضرب الثكنس، تمام؟ ناقص عدد البراغي ضرب طول الفتحة ضرب الثكنس، حلو؟ نيجي، هاي اثنين لأنه عندي جسمين للبلوك شير، تمام، الطول 220 ضرب الثكنس ناقص هسه البراغي، برغيين ونص الثكنس في دي هول. هيك بتوجد انت اي ان في اللي هي بتطلع معك لما تعوضها على الآلة الحاسبة 12967 ملي متر مربع، تمام، هاي اي ان في. نروح هسه نحسب اي ان تي او اي ان تي، ماشي، اي ان تي ايش هي؟ اي ان تي احنا كنا ناخذها اللي هي العمودية مع مع القوة، صح؟ اللي هي هاي، بس هون جاي على جزئين لأنه احنا عندنا الكسر جاي على جهتين، صار هاي وهاي الثنتين سيمتريك، تمام. ايش بسوي؟ بحط اثنين ضرب، بفتح قوس، طولها قديش الوحدة؟ 80، هاي أعطاني إياها من السؤال، بحط 80 بضربها في ثكنس الفلانج اللي هو 39.9 عفوا، تمام، ناقص عندي نص برغي بالوجه الواحد، نص برغي، صح؟ وانا ضارب باثنين هون فما بروحش بجمع، يعني نص برغي ضرب الثكنس ضرب دي هول، دي هول 23، تمام. هيك بوجد انا اي ام تي كم بتطلع معي لما اعوض على الاله الحاسبه؟ بتطلع معي 5466.3 ملي متر مربع. طيب هسا نروح نحسب الاي جروس للشير، تمام، ايش بدها تسوي؟ اجروس للشير هي ايش؟ هي مساحة الوجه هذا ومساحة الوجه هذا بس بدون ما تطرح البراغي، تمام؟ اللي هي كونهم سيمتريك اثنين ضرب، نشتغل هسا على وجه واحد، طوله قديش؟ طوله هذا قديش؟ اعطاني 80 و 68 اللي هي 220، 220 ضرب الثكنس بس فقط هيك، يعني مش حطرح براغي يعني لانه هذا اي جروس اللي هي المساحه الصافيه بدون ما تطرح منها شيء، اما اي نت لا، اللي هي المساحه الفعليه اللي هي في عندك الكسر بدك تطرح قديش الكسر اثر في المساحه، تمام. ضربت باثنين عن سمترك بعوض على الاله حاسبه بطلع معي 17556 ملي متر مربع، تمام. هيك اوجدت انا، ما ضل عندي ولا مجهول في القانونين، يعني هاي الفاي 75%،
هاي أعطاني سؤال 400، هاي حسبناها. اليو للبلوك شير دائما واحد، تمام. الاي نت العمودية اللي هي الترانسفيرس هيها حسبناها، واليو 400، تمام. نيجي على القانون الثاني، يعني هذا لما نعوضه، هاي من الآخر، هذا لما تعوض فيه تطلع قيمته 3974.04 كيلو نيوتن، تمام. طيب القانون الثاني لما تيجي تعوض فيه، هاي 75%، هاي 250، هاي حسبناها، هاي 17556، هاي واحد ANT، هيها بتعوضها FU 400. لما تعوض على الحاسبة بطلع معك الجواب 3614، تمام، فاصلة 94 حلو كيلو نيوتن. للبلوك شير بنعتمد الأصغر، أني الأصغر، هاي الأصغر هي اللي راح نعتمدها للبلوك شير، تمام. هاي هي القوة اللي بتسبب بلوك شير. حلو، هسه أنا يعني تقريبا خلصت سؤال، ظل أعين السترينث، ديزاين سترينث. نيجي اليلدنج قديش؟ 5625. الربشر هيها 2710. لاحظ انه الربشر هالمرة هي اللي اصغر من اليلدنج، تمام. والبلوك شير 3614.9، فاصغر واحد فيهم انيه الربشر، فهي راح اعتمدها هاي المرة لديزاين سترينج. يعني مش ضروري دائما تكون اليلدنج اصغر واحد المرة هاي، لا، ديزاين سترينج كم قيمتها طلعت اللي هي الربشر، هي كانت أصغر واحدة 2710.25 كيلو نيوتن. بس هيك هذا السؤال بيكون خلص.